هنالك تساؤلات واستفسارات شائعة مارستها تتعلق باللقاحات في الآونة الأخيرة. لماذا تم تأجيل الجرعة الثانية؟ تم تأجيلها لكي نحقق هدف رئيسي لصحة المجتمع وأمان المجتمع، وهو أن نعطي أكبر قدر من أفراد المجتمع جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات. هل يتم عزل الطفل عند إصابته بفيروس كورونا؟ وهل يتم أخذ مسحة؟ طبعا سواء كان طفل في السنوات الأولى أو شخص صغير أو ما بين سن اليافعين أو سن أكبر من ذلك أو البالغين أو كبار السن، متى ما ثبتت إصابة الشخص يجب عزله ولا يخرج من العزل حتى يتم التعافي بإذن الله. بعد 48 يوم وتحديدا يوم الأحد 22 ذو الحجة لن يتم السماح بدخول غير المحصنين للمنشآت التجارية والمراكز والمولات وكافة منافذ البيع. لابد أن يكون محصن بجرعتين أو محصن بجرعة أو محصن متعافي.